تصاعد حالة الفلتان الأمني جنوب سوريا وتوثيق مقتل 7 أشخاص بينهم طفل بعمليات اغتيال خلال الساعات الماضية في درعا. الأمم المتحدة تناشد لتحصيل 4 مليارات و600 مليون دولار لتمويل العمليات الإنسانية الملحة في سوريا. عقب دمج فرعي الجوية والأمن العسكري، سلطة الأسد تتحضر لإجراء تغييرات جديدة في منظومتها الأمنية. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. شهدت محافظة درعا خلال الساعات الفائتة سلسلة من عمليات الاغتيال أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفل. التقرير التالي والتفاصيل. عمليات قتل وخطف وسلب، جميعها كلمات مفتاحية تلخص الواقع الأمني في محافظة درعا منذ أن سيطرت عليها سلطة الأسد وروسيا منتصف عام 2018. 7 قتلى نتيجة عمليات الاغتيال في محافظة درعا خلال الساعات الفائتة. تجمع أحرار حران أفاد بمقتل 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين جراء عملية اغتيال استهدفت ياسر فلاحة الملقب بالحمش، أحد عناصر الجيش الحر سابقا، أمام أحد المحال التجارية بحي طريق السد في درعا. أما في درعا شمالا، قتل كل من محمود أحمد اللباد ومحمد علي العلوش وعهد قيس ذياب وعدنان إبراهيم العلوش إثر استهدافهم بإطلاق نار مباشر ناتج عن مداهمة مسلحين مجهولين لمنزل كانوا يتواجدون فيه في مدينة الصنمين بحسب أحرار حران. لا تقتصر محاولات الاغتيال على المدنيين فقط، بل تطال عسكريين أيضا، بعضهم يتبع لسلطة الأسد، والتي كان آخرها محاولة اغتيال محمود المصري بإطلاق نار من قبل مجهولين. موقع درعا 24 لفت إلى أن المصري يعمل قائدا للمجموعة المحلية تتبع للواء 8 في بلدة أم الميادن. يستمر مسلسل الاغتيالات في درعا دون رادع، والذي يقف وراءه مجموعات محلية مدعومة من سلطة الأسد، وفقا لتجمع أحرار حران المحلي الذي وثق مقتل 34 شخصا خلال شهر شباط الفائت. وينضم إلينا السيد أحمد المسالمي، صحفي من فرنسا. مرحبا بك سيد أحمد، هل تبين تبعية منفذي عمليات الاغتيال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمليات الاغتيال التي تتم في محافظة درعا وخصوصا يوم أمس الذي وصلت عدد الذين تم قتلهم إلى 8 أشخاص، فهم ما زالوا قيد المجهولين، ولكن كل الأصابع الاتهام تتوجه إلى هذا النظام وهذا الفلتان الأمني الذي يترك هذا النظام في هذه الأوقات من السنة، خصوصا في شهر رمضان المبارك. عمليات الاغتيال التي تتم بدم بارد. الذين يقومون بعمليات الاغتيال هم أناس متدربين. شخص عادي لا يستطيع القتل بسهولة. الذي يريد القتل هو شخص متمرد متمكن، وقام بعملية القتل عدة مرات ومرات ومرات وتكرار هذه العملية، وهذا لا تنطبق الأوصاف إلا على عناصر حزب النظام، على عناصر هذا النظام وأجهزته الأمنية التي تعمل بالقتل والدمار منذ 13 عاما في سوريا. كل الأصابع الاتهام توجه إلى هذا النظام. قتلهم من الشباب اليافعين بتهم مختلفة، منهم ترويج المخدرات، منهم من كان سابقا في الجيش الحر، أما هناك في البعض كان هناك عمليات قتل لبداع الشرف، وهي جرائم جنائية وبعيدة كل البعد عن الذي يحصل. الجرائم التي حصلت في بلدة نامر وقرفة هي عمليات قد تكون لجرائم شرف، أما عمليات الاغتيال التي حصلت ل4 شباب من بلدة من أهل اللجاء قتلوا شرق محجة، وأيضا 4 في مدينة الصنمين و2 في مدينة درعا، هذه جرائم تسجل لهذا النظام، لحواجز النظام. أين الانتشار الأمني؟ أين السيطرة لهذا النظام؟ أين الذي كان الوعود؟ نعم. سيد أحمد، عمليات الاغتيال الأخيرة التي تركزت في درعا البلد ومدينة الصنمين كما ذكرت، هل لتلك المناطق خصوصية جغرافية من تلك العمليات؟
في مناطق المنطقتين يسيطر عليها النظام بشكل كامل. اذا نظرنا الى مدينه الصنميه لم تخرج عن سيطره النظام يوما من الايام، ما تزال هذه المدينه تحت سيطره النظام، ويوجد وتوجد الحواجز بكل مكان، وايضا الفرقه التاسعه موجوده في مدينه الصنميه. وهناك المستفيد الاكبر من هذه العمليات الاغتيال هو النظام، تبقى الامور بعيده عنه ويبقى الناس مشغولين في بعضهم البعض. اما اذا ذهبنا الى الاغتيال الذي حصل في درعا البلد وكان بعيدا، حجز السرايا اقل من 100 متر فقط، من 100 متر فقط. هناك من شاهد طياره درون صغيره تقوم بالاستطلاع، وهذا من يقوم بهذه العمليات الا النظام واتباع النظام. النظام يريد هذه العمليات الاغتيال ان تستمر وتكثر عمليات الاغتيال، اولا يتخلص من كل ما كان يخالفه، يتخلص من فئه الشباب التي تحرج هذا النظام في يوم من الايام، وايضا يريد ان يتخلص من كل من قال يلعن روحك يا حافظ وهتف ضد بشار الاسد. يريد النظام محاسبه الجميع، لا يريد احد. نعم سيد احمد، من طالتهم عمليات الاغتيال هل لهم تبعيه سابقه مع الجيش الحر او حاليا مع الفصائل المحليه؟ في مدينه الصنميه هم من الشباب الصغار، لم يعملوا لا مع جيش حر ولا مع غير الجيش الحر. دخل عليهم احد المسلحين الى بيت كانوا فيه وقام باطلاق النار عليهم، كلهم كانوا في وليمه الصفار. اما في درعا البلد فالذي تم استهدافه وكان عنصر من عناصر الجيش الحر، والان يعمل مع المرتديات، والمرتديات هي تعمل مع الاهالي ومع الفصائل المحليه والفصائل المحلية ومع قوات النظام، إن قلنا أنها تعمل مع قوات النظام. نعم عذرا لضيق الوقت، أشكرك السيد أحمد المسالمي صحفي كنت معنا من فرنسا. أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد القيادي في تنظيم PKK خليل تكين الملقب بسيدو كود خلال عملية استخباراتية بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا حسب ما نقلته وكالة الأناضول. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن تكين مدرج على القائمة الخضراء للمطلوبين بعد الكشف عن أنشطته وارتباطاته الإرهابية، وأنه انضم إلى التنظيم عام 2007 وفق الوكالة. من جانبه ذكرت صحيفة يينيه شفق أن الاستخبارات التركية تعقبت تحركات خليل تكين في سوريا ثم أطلقت النار عليه، وأضافت أن تكين كان قائد القطاع الغربي في مدينة القامشلي. وفي سياق متصل، قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بينهم قيادية جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانوا يستقلونها على طريق حق الغاز الشدادي جنوب الحسكة وفق شبكة الخابور المحلية. قال موظفون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة إن أزمة الاحتياجات تتزايد في سوريا، مطالبين بتوفير أكثر من 4.5 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لقرابة 13 مليون سوري. منذ إعلانها تخفيض المساعدات المقدمة للسوريين داخل وخارج سوريا، تحاول الأمم المتحدة إيجاد تمويل مناسب لسد الاحتياجات المتزايدة خاصة شمالي سوريا، حيث يعيش قرابة 4 ملايين سوري ظروفا صعبة للغاية، جزء كبير منهم في مخيمات النزوح. الأمم المتحدة أطلقت نداء لجمع 4.5 مليار دولار لتوفير المساعدات للمحتاجين في سوريا، محذرة في ذات الوقت من تسبب نقص التمويل بهجرة جديدة للسوريين وفق وكالة الصحافة الفرنسية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى قال عبر فيديو من دمشق: إن ما تعيشه سوريا هو وضع إنساني غير مسبوق لا يمكن تجاهله، حيث يحتاج قرابة 11 مليون سوري لمساعدات منقذة للحياة، كما يعاني قرابة 13 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء سوريا. وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية نقلت عن المولى قوله: إن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحرب المشتعلة منذ سنوات، ما ينذر بكارثة خاصة إذا استمر نقص تمويل الأعمال الإنسانية في سوريا.
وفي إحاطة بشأن سوريا أمام مجلس الأمن، قالت نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جويس ميسويا إنه من الضروري توسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكدة أن عدد النازحين وصل إلى 7 ملايين سوري ونصف السكان بحاجة لمساعدات إنسانية في عموم أنحاء سوريا، مع وجود نصف مليون طفل بحاجة لمساعدات منقذة للحياة بسبب الجوع وآثار مزمنة للأزمة الإنسانية تتزايد بشكل كبير على النساء والفتيات. وتعيش عموم المناطق السورية أزمة إنسانية حادة بسبب خلق سلطة الأسد وحليفتها روسيا، مشكلات في عمليات توصيل المساعدات للمحتاجين، إضافة لنقص تمويل المشاريع الإنسانية في سوريا وما تشكله الاحتياجات المتزايدة للمعونات والمساعدات في مناطق كثيرة من العالم. أعلن تكتل من الأكاديميين والناشطين وطلاب الجامعات عن تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم تيار سوريا الجديدة في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي، وذلك بالتزامن مع الذكرى 13 للثورة السورية. تزامنا مع الذكرى 13 للثورة السورية، أعلنت مجموعة من الأكاديميين والناشطين والطلبة عن تأسيس حزب سياسي جديد في الشمال السوري، وأطلق عليه اسم تيار سوريا الجديد في خطوة لتحقيق الاستقلال لسوريا والانتقال السياسي الحقيقي والوصول إلى دستور يجمع عليه كل السوريين. تيار سوريا الجديدة هو أحد المشاريع الناشئة من هذه الثورة، يعني إحنا بعد 13 سنة الآن الأوان ننظم أنفسنا سياسياً، يكون لنا مطالب محددة، نحول شعاراتنا العريضة إلى مشاريع، إلى مبادرات سياسية. فهذا التيار يعني يهدف إلى تنظيم الحراك الثوري حتى يكون له مطالب سياسية واضحة محددة، حتى ما نكتفي بالمظاهرات، ما نكتفي برفع الشعارات على أهميتها، يكون في عنا طروحات محددة، يكون في عنا برامج ونشتغل للمستقبل لبناء سوريا. عرف التيار عن نفسه بأنه كيان سياسي وطني محافظ يلتزم بمبادئ العدل والحرية والكرامة التي قامت عليها الثورة السورية وتحرير سوريا من الاحتلال وإنهاء الاستبداد وبناء سوريا الجديدة القائمة على العدل والمساواة، دولة القانون لجميع شرائح المجتمع. نحن في واقع يحتاج ويتطلب دائما مشاركة النساء سواء من المجال السياسي أو من المجال الاجتماعي، كما يتطلب الواقع مسؤولية من الرجل أيضا النساء في مسؤولين طالما امتلكت النساء الكفاءة والقدرة على القيام بهذا الدور. وطبعا الواقع يعني يتطلب من النساء جميعا الإيمان بمسؤولياتهم وأدوارهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم. تعتبر هذه الخطوة من القائمين عليها طريقة هامة لملء الفراغ السياسي في المناطق المحررة والخارجة عن سيطرة نظام سلطة الأسد، ولا سيما كجسم سياسي لأبناء الداخل في المناطق المحررة والعمل على تنظيم النشاط السياسي فيها. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. ازدياد نشاط الفرق التطوعية التي تعمل على إيصال المساعدات للعائلات المتعففة في إدلب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. تعتزم سلطة الأسد إعادة هيكلة وزارة الداخلية التابعة لها من خلال حل 3 أجهزة أمنية ودمجها في جهاز أمني واحد بحسب موقع صوت العاصمة. وقال الموقع إن سلطة الأسد تعتزم حل شعبة الأمن السياسي وإدارة الأمن الجنائي وقوات حفظ النظام خلال الأيام المقبلة ودمجها في جهاز واحد يتبع لوزارة الداخلية تحت ما أسمته الأمن العام السوري. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر من دمشق لم تسم بها أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطوات سابقة بدأت مع عودة العلاقات مع بعض الدول العربية، وتأتي هذه التغييرات عقب صدور قرار مماثل يقضي بحل شعبة الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية
ودمجها في جهاز جديد يحمل اسم مخابرات الجيش والقوات المسلحة حسب صوت العاصمة. وينضم إلينا السيد علي عبد المجيد، باحث سياسي من إدلب. مرحبا بك سيد علي. برأيك ما هي الأسباب التي تدفع سلطة الأسد لإحداث تغييرات في منظومة كانت بمثابة رأس حربة في مواجهة السوريين؟ أسعد الله مساءكم، أسعد الله السادة المشاهدين، ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله. لابد أن نظام الأسد يسعى دوما لأن يجد مساحات له تكون بمثابة الخروج من بعض المآزق. اليوم في مسألة الملف الأمني يحاول الأسد بضغط روسي إعادة هيكلة الجهاز الأمني الموجود لديه لإبقاء النظام على ما هو عليه من لعب أدوار إقليمية، من محاولة التدخل بشكل حازم في الملفات الإرهاب، المخدرات، ملفات تأمين الحدود، خصوصا بعد المسائل الصاخبة حيال هذه الملفات. لكن اليوم إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لدى النظام إذا أردنا أن نعطي مؤشر عليها تواجه العديد من التحديات. لعل أهم هذه التحديات هي تسلط قادة الأجهزة الأمنية على الجهاز نفسه. فنعرف أنهم كل مدراء الأجهزة الأمنية والأفرع يعملون خارج السياق، خارج القانون، فهم أشبه بدولي ضمن الدولي. تسلطهم كان واضح على رقاب الشعب السوري. سيد علي، البعض يقول إن هذه التغييرات شكلية وهدفها بعث رسالة للدول المطبعة مفادها أن هنالك تغييرات داخل النظام ولا داعي للانتقال السياسي، هل تتفق مع هذا الطرح سيد علي؟ أنا ذكرت لك أن النظام بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية يحاول أن يلعب دور إقليمي في المسار الأمني فيما يخص الإرهاب والمخدرات وكذا. هذا المسار الأمني يعطي شرعية سياسية بالمقابل أو محاولة الحصول على شرعية سياسية. لكن قلت لك أن فلسفة العمل الأمني الموجودة لدى النظام تقوم على بين هذه الأجهزة على التنافس وعلى عدم التنسيق بينه، فكانت كل الأجهزة هي متنافسة فيما مضى ولا يوجد تنسيق في ما بينها. إضافة أن اليوم قلة الموارد الموجودة لدى رأس النظام السوري قد أيضا أنا أنظر إليها تحرمه من لعب هذا الدور، إضافة إلى عدم خضوع رؤساء الأجهزة للرقابة لسلطة القانون أو للقضاء في كثير من الأمور. طب هل تتوقع أن تتأثر بنية سلطة الأسد بعد هذه التغييرات كنشوء صراع داخلي مثلا؟ بداية السؤال لم يصلني أخي. هل تتوقع سيد علي، هل تتوقع أن تتأثر بنية سلطة الأسد بعد هذه التغييرات كنشوء صراع داخلي؟ لا، هو يحاول الخروج. إذا رجعنا شهر للوراء، فهو قام النظام بنقل علي مملوك من 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 رئاسة الأمن الوطني ليصبح مستشار أمني. هو كرؤساء الصف الأول في الجهاز الأمني مثلا كفاح ملحم حلا بدلا علي مملوك، كمال حسن كرئيس فلسطين، فعاد ترتيب الأدوار بشكل أكبر ليحافظ على الكتلة الصلبية التي هي عماد وجود وقوة النظام، هي الجهاز الأمني الموجود لديه، وبالأخص المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية التي اليوم يتم الحديث عن دمجها في باسم مخابرات الجيش والقوات المسلحة، فيما الأجهزة الأخرى التي تابعة لوزارة الداخلية من الأمن السياسي والجنائي والشرطة الحديث عن دمجها ضمن جهاز الأمن العام السوري. نعم، أشكرك السيد علي عبد المجيد، باحث سياسي، كنت معنا من مدينة إدلب. صوت العاصمة بأن حواجز قوات الأسد زادت التجديد الأمني عبر نقاط التفتيش في محيط مدينة دمشق منذ بداية شهر رمضان. وأضاف الموقع أن حاجز الأمن العسكري على مدخل بلدة بيبلا بريف دمشق شرع منذ بداية شهر رمضان الجاري بالتضييق على المارة لإجبارهم على المرور من الخط العسكري مقابل دفع الرشاوي، وأن عناصر الحاجز يعرقلون عبور وسائط النقل العام والسيارات من خلال المماطلة بالتفتيش وإجراءات الفيش الأمني للمارين. فيما قدر الموقع أن عناصر الحاجز أصبحوا يتقاضون مبلغ 1000 ليرة سورية على كل سيارة، وأن التجديد يكون في أوقات الذروة
لإرغام غالبية المارة على دفع الأدوات. طالب المجلس المحلي لمدينة جرابلس وريفها أصحاب البسطات والبراكات الصغيرة المنتشرة على الأرصفة بضرورة إزالتها، وذلك بهدف توسيع الطرقات وتحسين صورة المدينة، إلا أن هذا القرار لاقى رفضا من قبل أصحاب البسطات، ما دفع المجلس المحلي إلى تسيير دوريات ليلية ونهارية بهدف تطبيق القرار. كما وعد المجلس المحلي بتأمين محال تجارية بديلة لأصحاب البسطات وبأجور رمزية. أصدر المجلس المحلي منذ قرابة الشهرين تعميما يقضي بإزالة البسطات والمحال المخالفة على الأرصفة هنا في طريق منبج مدخل مدينة جرابلس. شهد ليلة أمس دخول الجرافات أو التركسات التابعة للمجلس المحلي بهدف إزالة البسطات المتواجدة هنا. معنا الآن أحد الأشخاص من أصحاب البسطات أو البراكات المتواجدة على طريق منبج في مدخل مدينة جرابلس. يعطيك العافية. الله يعافيك أبو سمير من حمص. سمير نحكي شو صار مبارح هون بالليل بالتحديد. والله بالليل على التواصل الاجتماعي نشروا أنه في تركسات وجايات بدنا يشيلوا إزالة البراكيات. نحن كانوا عاطينا خبر بس نحن عم نقول لهم لبعد العيد، تركونا لبعد العيد، تركونا لبعد العيد. يعني هذا شهر كريم، شهر أفضال، برك إن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى بيرزقنا هالكام يوم، لأنه الشهرين اللي مضوا مشاكل مطار ما اشتغلنا. هلا هذا الشهر ان شاء الله باذن الله يعني بركي بنشتغل شوي. طيب لقينا محل نشتغل فيه بديل. كبديل في املكم المجلس محلي بديل او وعدكم ببديل؟ هلا هو وعدنا على اساس يستاجرنا محلات ب 10 دولار و15 دولار ويساوي لنا عقد لسنه، بس ما صار هالشيء. هذا يعني ما صار لحد الان، يعتبر كلام ما صار تنفيذ. كلام 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 والازاله امبارح الساعه 12 بالليل جايين بدهم يزيلوا البراكيات. نحن اجينا، نحن رقدنا ورا يعني ورا ارزاقنا. يعني وقت بتشوفوا ارزاقنا بجوز ما تعجب حدي، بس يا اخي نحن تهمنا هذا الامر. هذا هاي ارزاقنا اكيد بتهم. كل واحد رزقه غالي عليه طبعا. اي والله يعني بالنهايه المطلب الرئيسي انه يمهلكم المجلس المحلي لبعد العيد لحتى تنتقلوا من هون. خيو انا بناشد كل حر وشريف بهالبلد، نحن ابناء الثوره السوريه، انه يحكوا معهم او يوقفوا هاي لبعد العيد. يعني صعبي ما صعبي ان شاء الله خير باذن الله. اذا ابرز مطالب اصحاب المحال او البسطات المتواجده على الارصفه هو تاجيل النقل او الازاله الى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، كون هذه الايام هي تعتبر الذروه في العمل والتقدمه لاصحاب المحلات هنا في طريق منبج وايضا مناطق اخرى في المدينه، مدينه جرابلس هناك عشرات المحال او البراكيات المتواجده على الارصفه. الهدف من ازاله هذه البراكيات او المحال او البسطات المخالفه بحسب ما قال المجلس المحلي هو تحسين صوره المدينه وايضا توسيع الارصفه والشوارع الرئيسيه، كون المدينه تشهد ازدحام كبير جدا في المشاة والاليات. بدر كجا، قناه حلب اليوم، مدينة جرابلس. للأسبوع الثالث على التوالي خرجت مظاهرات في العديد من مدن وبلدات إدلب وريف حلب الغربي ضد قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، حيث طالب المتظاهرون بإسقاطه. نحن الآن في ميدان الساعة وسط مدينة إدلب، حيث تشهد هذه الساحة مظاهرة شعبية. هذه المظاهرة تحمل مطالب عديدة على رأسها إسقاط أبي محمد الجولاني وعدد مطالب أخرى. نلتقي أحد المتظاهرين يحدثنا أكثر ويطلعنا عن أهداف هذه المظاهرة. يعطيك العافية. الله يعافيك. ليش أهداف المظاهرة وليش أنت طالعين؟ هلا المظاهرات صار لها مستمرة تقريبا حوالي 3 أسابيع. مظاهرات مستمرة، الحراك مستمر. مطالب صارت بتوقع انه معروفه، انه هي اسقاط تنحيه ابو محمد الجولاني عن قياده المحرر واعاده هيكل جهاز الامن العام وتشكيل مجلس شورى حيمثل الناس او مجلس منتخب. لحد الان في استجابه لهي المطالب او لا؟ هلا نحن بنشوف كل القرارات اللي طلعت من الحكومه بنعين لها بعين الاستحسان، لكن دائما في حذر من محاوله التفاف على القرارات. يعطيك العافيه.
ليست المظاهرات فقط في مدينة إدلب أو في هذه الساحة، إنما أيضا تشهد مدينة أريحة مظاهرات. هذه المظاهرات كلها تحمل ذات المطالب وتطالب بإسقاط أبي محمد الجولاني، وتطالب أيضا الحكومة بتحسين الواقع الاقتصادي والعديد من المطالب. كما سمعنا حتى الآن الاستجابة لتلك المطالب هي من قبل الحكومة ليست جيدة، لكن هناك استجابة من قبل الحكومة، وحتى الآن المظاهرات مستمرة منذ 3 أسابيع حتى الآن. عامر عاصف، مدينة إدلب، حلب اليوم. بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، كثفت الفرق التطوعية من عملها وتنفيذ مشاريعها في مخيمات محافظة إدلب وريفها، إذ تعمل هذه الفرق جاهدة لتأمين شيء من مستلزمات المعيشة للعائلات المحتاجة. التقرير التالي يرصد التفاصيل. يخرج أبو خلدون يوميا مع فريقه الشبابي التطوعي خلال شهر رمضان في مهمة لتلبية شيء من حاجيات بعض العائلات المهجرة بمخيمات منطقة أرمناز غرب إدلب. خدمات وحاجيات تقوم على أيادي متبرعين أفراد وفق أبو خلدون. نحن مجموعة من الشباب المتطوعين نتطوع في فترة رمضان لمساعدة أهلنا المهجرين في الشمال السوري. طبعا نقوم بعدة حملات كل رمضان، يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لنقدم الشيء اليسير لأهلنا من وجبات أفطار، من ربطة خبز بشكل يومي إن شاء الله، والحمد لله يعني هذا الشيء اللي نستطيع عليه. يزيد عمل الفرق التطوعية خلال شهر رمضان بشكل خاص، وغالبا ما يتم تنفيذ الأعمال الخيرية داخل مخيمات النزوح، فالعائلات هنا معاناتها مضاعفة وتفتقد لأدنى متطلبات الحياة. والله وضعنا بالمخيم صعب، صعب كتير هل يعني وضعنا، قبل كان صعب وهلق أصعب برمضان، وأنا أرملة وعندي 6 أيتام ومالي معين غير رب العالمين. نحن في يوم في المخيم وضع تعبان كتير، أغلب العوائل أرامل وأيتام، يعني المخيم يؤلف من 54 إلى 55 عائلة، فرص عمل ما في، معونات ما في، يعني وضع مأساوي كتير، يعني أغلب الناس ما عنده قوت يومه، يعني وإجا رمضان يعني لسه ساءت الأمور أكتر، يعني ناس ما قادرة تشتري ربطة خبز. تزامن شهر رمضان هذا الموسم مع أجواء شتوية باردة، ما استدعى تدخلا مضاعفا من عمل الفرق والجمعيات التطوعية، إذ تعمل عشرات من هذه الفرق حاليا في منطقة إدلب وريفها. تعمل الفرق التطوعية وينشط عملها خاصة خلال شهر رمضان المبارك، إذ تحاول وبشتى الوسائل سد ثغرة من حاجيات هؤلاء المهجرين في مناطق نزوحهم. عصام المنصور، حلب اليوم، مدينة أرمناز، غربي إدلب. نهاية نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.